واحد مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ دوكا راه شحال في الساعه؟ 3 هادي باكم العبدي غادي خدام. السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. مبروك عواشركم وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الشعب المغربي، وتحيه لخوتنا المغاربه في ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التتبع الدائم ديالكم على القناه. الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم. وراه مصطفى مول الزيتون العطار ديالنا، الامين العطاره، عش الملك، اللي ما عجبنا نفكروه، ياك مصطفى؟ الله يحفظك اخويا، الله يصلح لك وليداتك، كي مكبر بينا وهز بينا الله يهز علامك، الله يدير لك طريق في الضيق، ولا انت ولا هاد الناس اللي متبعينا. اليوم ان شاء الله باكم العبدي صداقه، ها صداقه. كلفوني عبد واحد حصبه، مرحبا بك، كلفوني باش غادي نتقدى لهم غير بالتليفون. واحد الصديق ديالي عيط ليا قال لي سير عند مصطفى تقدى المسائل وجيبها معاك. والمهم ها انتم راه كيف ما كتشاهدوا عندنا غير اللحم والسفه، هي التقديه ديالتها العطريه. جمعتي كل شيء سي مصطفى؟ الله يجمع لك الري، الله يسهل عليك، وتابعونا ان شاء الله باش غادي نمشيو ل سميتو. احنا غادي في الطريق حتى نوصلوا لدار الخدمه، وقبلوا علينا وعواشركم مبروك ومرحبا بكم ومرحبا وما لا كاع الحد. باكم العبدي راه هو باكم العبدي، كيف ما تشوفوا هذا العام تشوفوه العام الاخر، حتى يرث الله الارض ومن عليها. مصطفى فوق 20 عام، اش تعرف عليا؟ بحسبك، الله يحفظك، الله يكبر بيك، الله يخلينا في صباغتنا، الله يقسمنا مع الدراوش، هذا الشيء اللي كنتمناه. مرحبا بكم اخوتنا المغاربه. ودابا هنا انتم كيف ما كتشاهدوا احنا مشرجين المواعن، هزينا العطريه، تبارك الله على المعلمين، سي سلام، نهار غليظ. تبعوا معنا الطريق حتى نوصلوا لدار العمل، ونبارطاجيو معكم اجواءنا وعاداتنا وتقاليدنا في منطقه عبده، وتحيه لخوتنا المغاربه فين ما كانوا، وعاش الملك. ايوا باكم العبدي دائما، هاي ما كاين على القهوه، ما كاين على القهوه، ها انتوما هاي خويا خويا دخل صوب العزيز القهوه. مرحبا بكم، الله يحفظك. الزيرو كات، الزيرو كات، كلشي على الزيرو كات. نعم مرحبا بكم. وعلى اللي قال ما كايناش خدمه، عطا الله الخدمه، ها انتوما الشباب، تحيه للشباب الصحيمين اللي كيعرف يناظر ويعرف يقاوم ويعرف يجيبها من 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 فم من فم السبع، ها انتوما تريبورتو وشوفوا تبارك الله. بطاقة المقاول الذاتي لاش لاش كتليق اللي كتشارك معاكم، ها انتوما كيفاش كت... تحية لك اخويا، الله يوفقك. تحية لك اخويا عزيز، الله يستر لك، ربي يخليك، باخ ديالنا، الله يحفظك. الزيروكات تترحب بك في جميع الاوقات في جميع المناسبات. الله يحفظك، الله يكبر بك، مرحبا بنا عندكم. ايوا باكم العبدي ها هو غادي ان شاء الله، وهو الحصبة والقهوة، وتابعونا ان شاء الله احنا شادين الطريق حتى لدار العمل، وشاركوا معنا غير الاجواء. اما راه تبارك الله وما شاء الله راه كلكم تعلمتوا، والله يوفقكم والله يسهل عليكم وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا، والله يحن من القلوب وينزل الرحمه ما بين العباد ويغفر لنا الذنوب بهذا. اش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء، الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء، نطلبها من عند سيدي ربي، والله يعطيكم صحتكم، الله يشافيكم، الله يشوف فيكم ويشوف فينا ويشوف جميع الأمة الإسلامية. هذا الشيء اللي كنتمناه. قلت لكم الله يرحمنا بشي شبعة ديال الكلمة. حنا دابا في اتجاه ديال دوار المرازي، تيرما ديال الحاج عبيد، وكندورو على اليمن. حنا خارجين من جمعة صحيم دابا، وتابعونا ان شاء الله حتى نوصلوا، نشاركوا معكم غا الطريق والاجواء وصافي. هذا الشيء اللي كاين مرة الحمد لله، كل شيء ولا عارف وكل شيء كيعرف. وراه حنا كنشكركم وكنعرفكم بلي راكم غير كتفرجوا في الفيديوهات ديالنا غير باش تساعدونا في المشاهده، الله يجازيكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم. هذا هو اللي كاين.
دابا قررنا ان شاء الله وصلنا للدار دابا ديال الخدمه وتابعونا ان شاء الله حتى ندخلوا للستاسيون المعنات ونبداو نطيبوا في دوك الحيمات مع ديك السيفه حال بارد. الله يا ربي. حنا وصلنا دابا كيف ما كتشاهدوا، حطينا التقديه ديالتنا، شطبنا لوكال وجدنا البوطه، غنركبوا الفورنواس، وراه هذه هي خدمتنا وهذا هو حالنا وها بلاصتنا. هنا تبارك الله وصفعن بها انتما كيف ما كتشاهدوا، الحيمات عندنا 80 كيلو، انا درت على 4 طناجر كيف ما كتشاهدوا. وان شاء الله دابا باش غادي هانت هنا باش غادي نجمع لها العطريه، كنحسب مثلا كل طنجره دائما كنقولها لكم كنجمع فيها 10 طباصل تقريبا، وديما كندير الزياده على حسب اللحم باش ما يعني ما كيكرا ولا كيدوب، عارفين الشحمه كذا. المهم انتما تابعونا. هنا دابا ان شاء الله كيف كتشاهدوا درت تقريبا انتما قبطه ديال القزبر والمعدنوس في الوحده كيف ما كتشاهدوا، درت الملون الغذائي، درت الضامات ديال الزعفران. هنا ان شاء الله دابا باش غادي ندير الابزار، بسم الله. هنا نص عاشقه ديال الابزار ديال الحطان في الوحده كيف ما كتشاهدوا، باش تبعوا معايا وتعرفوا اشنو كندير. هانت هادي صغيره ما غاديش ندير نص عاشقه كامله، هادي هانتوما هنا عاشق ديال الحطان ديال السكنجبير في الوحده، اليوم خدمت انا كنخدم مع بيديه، اللوح ديال يدي بحال العاشق. هانتوما هنا خرقوم بلدي كذلك هو مثال في الوحدة، هنا هذه ما عامرهاش حتى طنجرة صغيرة ما فيهاش 10 طباصل. هنا بسيبي سوقع كلها هانتوما، تقريبا بحال شي نص عاشقه في الوحده. المهم هذه 30 درهم غنفرق عليهم كامله، 30 درهم مخلطه ما بين سبيسه وقاع قله، 30 درهم بالضبط. هنا غادي ندير راس العاشق ديال القرفه، الى عندكم عواد ديروها، هي العواد حسن من الغبره، ولكن المهم انا ما عنديش مشكل. هنا هانتوما السمنحار، السمنحار على حسب، إلا كان مثلا السمن بسم الله، إلا كان مالح ما تكتروش، المهم كيعطي واحد اللذة اللي زوينة في اللحم مع الزبدة مع زيت الزيتون أو الزيت النباتي. المهم إلا درتو الزبدة ما ديروش الزيت النباتي، ديما أنا كنقولها لكم إلا درتو الزبدة ما ديروش الزيت النباتي. صافي دابا هنا بقات درت الملح، بقات غير البصلة إن شاء الله، وغادي ندير مزهر. هنا ان شاء الله هانتوما المزهر كيف ما كتشاهدوا، بسم الله ما الزهر ها كيجي روعه. الاخوات اللي كتسولوني واش عزيز المزهر ما كيجيش عاطل بنا، لا بالعكس جربوا هذه الطريقه راني خديتها وبالتجربه وكنجربها دائما كنخدم بها، كنفضل انني نخدم بالزهر او بعصير الليمون البرتقال او بعصير الحامض، والزهر كيعطي واحد اللذه واحد خطيره للحم. جربوه وردوا عليا الاخبار. انا ملي كنكون مثلا عندي شي نصاب في داري ضيافه على قد الحال كنكثر، كنحاول نمرق بالمزهر، راه ما كيبقاش لنا الزهر. شنو هو؟ راه غير ديك الزهر اللي النواره ديال الليمون الزنبوع كيقطروه، هذا هو اللي كاين. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي درت البصله، درت العطريه كامله،
دابا درت الماء، درت واحد شويه ديال الماء، شويه الماء علاش؟ غير باش كنشرمل فيه هاد اللي قام بحق ها انتما كيف ما كتشاهدوا. صافي، كيف قلت لكم انا دائما كندير اللقامه فوق اللحم مباشره، باش ديك اللقامه يعني الا جيت مثلا غادي نجمعها وغادي في واحد الاناء وغندا نشربل بالطرف بالطرف. الطروفه الاولين ديما كنقولها لكم، الطروفه الاولين كيهزوا اللقامه، الطروفه الاخرين كيبقى عندك المجاري. اللهم كنحاول نرش ديك اللقامه ولا كنجمعها في واحد الاناء وكنخوي عليه بحق وكنفرطها. دابا انا عندي 80 كيلو ديال اللحم، ماشي شي حاجه كثيره، هي هذه درت على الاقامه. راني عطيتكم العبار بالضبط، كتشوفوا عاشقه من ديال الحطان من الحاجه. صافي كنشرمل هكا هي مزيان. درت البصله تقريبا، درت واحد 4 كيلو ديال البصله 12 كاملين، 4 كيلو شلطت بالحادقه. بغيتو تقسموها وتخلوها عادي ماشي مشكل، المهم هذه الطريقه ديالي انا في الذهاب، وتابعونا ان شاء الله حتى نكمل. صافي هانتوما ها هو تقادت. نفس الطريقه الطنجره الثانيه، هانتوما كيف ما كتشاهدوا قزبر المعدنوس قبضه ولا طحنوه وصفوه. كنشرملو مزيان وكنقادو، ديما غسلو يديكم بالصابون وخدمو، قولو بسم الله يفتح يا رزاق ربي ما يحشمناش وينزل البركه ويغلبها على الجريه. وتحيه لخوتنا المغاربه والشعب المغربي كامل، ومرحبا بكم قناة خوكم عزيز العبدي طباخ المناسبات عروبية والدواور. بارك عليا، وكنشكر الناس اللي كيتصلوا بيا وكنشكرهم بزاف 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 والله القسم وما لقى الحد. وكنشكر الناس اللي كيكتبوا لي الكومنتيرات زوينين، وديما عواشركم مبروكة. وتحية للشعب المغربي، والله يدخل هذا الشهر مبارك مسعود وشهر رمضان يجي متعود ان شاء الله ويبلغوا على خير وبخير، والله يفرح كل واحد على قد النية ديالته ويرزقوا التيسير ويرزقوا القبول ويرزقوا الكلام يحلل كلامه ان شاء الله. صافي هذه هي سالات. كندير الصندوق باش يساعدني. صافي غنكملهم ان شاء الله وتابعونا. هنا دابا صافي ان شاء الله بعد ما ربينا الطناجر بدينا في السفه. الطناجر اللي كتغلى ليا فوق سميتو فوق الفورنو كيف ما كتشاهدوا، كنردها فوق الفاخر. وديما ها انتوما ديما راني مبعد ها سخين الحمد لله. هنا ها انتوما كيف السفه هي كطلع فيها الفوره. صافي ماشي مشكل، هذه بكر هذه 10 كيلو هنايا 15 كيلو صافي. درت ثلاثة الباكيات حيت كل وحده فيها 5 كيلو مزيان، تبقى لنا 5 كيلو دغيا ماشي مشكل. ها هو طرشني البرد هنايا الله يستر فيه الكولومبيا. ايوا الحمد لله على كل حال. نشوفوا هذه حتى هي ها هي غتغلى ان شاء الله ونردوها. هنا كيف ما كتشاهدوا ها هو كاوكاو غسلناه من داك الغبره ديالته، ودابا ان شاء الله باش غادي نطلعوا في واحد الغليه عاد نقليه. هنا براد ديال اتاي ايوا البلاصه ديال الخدمه، حنا شطبنا ورشينا وقادينا الحمد لله وكلشي اللي كاين. السفه هي رديناها صفور كيف ما كتشاهدوا الحمد لله انها هوايا. درنا ثلاثه طناجر والرابعه راها كطيب، باقي عندي الوقت باقي يعني باقي عندي الوقت نقولوا باقي عندي الوقت بمعنى الكلمه. نحرك هاد الحيمات مزيان ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. ايوا هنا بيبي جا عاد يبغى نتردوا عليها بتخويس بتحمرين.
هادو فريخات عاد ديال التحمار نيت اي هذاك لا هذاك ما دايش البطه وزه وهذاك الكنار هذا الوز كاين الوز لا راه كاين البرباري كاين الكنار كاين القوري القوري هو الكبير داك البرباري البرباري بحال الوز هذا سبحان الله العظيم تبارك الله الصلاه النبي الله يسخر فيه العيشة تبارك الله والدين اي 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 الله يسخر هنا الصفاية طابت كيف ما كتشاهدوا احنا بدينا كنصفيو فيها صافي كنصفوا راكم عارفين الطريقه راه عندي في الفيديوهات حنا نشارك معكم الروتين ديال الخدمه ديالتنا ديال اليوم ومرحبا بكم هنا دابا صافي هانتوما فرقناها على الطناجر كيف ما كتشاهدوا كندير السنيده والزبده عندي 15 كيلو باكيه ديال السنيده فيها 2 كيلو وتقريبا بواطه ديال الزبده وشي حاجه من الثانيه نص كيلو بحال غنقولوا شي نص كيلو رابعه كيلو لا روب كيلو لا روب ديال 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 الزبده كيف ما كتشاهدوا صافي والعنب راني غسلته هانتوما العنب راه كنغسلو من نقيه ونغسلو مزيان عاد كنديرو معاه صافي كنخليها تطلق مزيان فوره وحده والثانيه كنسخن من الكسكاس ها ها هي ما شاده ما ملصقه ما والو ها المهم هو انها تكون يعني مفرقه مفرقه بحال هكايا باش تساعدنا في سميتو باش تساعدنا في التبريد والملح ديما راه كتصاوب لينا كتقادينا المذاق ديال السكر والسكر كلاصي راه حنا كنديرو للتزيين اولا اللي خاصو مثلا الحلاوه راه غياخد السكر كلاصي الله يخفف علينا ما الله يجعل ربي يغفر لنا بهاد الخدمة الذنوب هادشي اللي كنتمناو ما حنا طيابة وجهنا النار وظهرتنا العار واخا نشوى الشحمة صافي وكنبداو خدامين باليدين بحال هكايا برد مزيان قلبو بليد حتى تبرد دابا ما بقى لنا ان شاء الله غير نتلاقاو طبق التقديم هادشي اللي بقى لنا هنا كاوكاو انا خويت عليه شويه المطيب دابا باش غادي نصفيه المطيب من البر ما خويتو عليه ما غنغليه ما والو غنصفيه ونقليه في الزيت بارد ايوا هنا الفنان بغات لينا واحد شويه الكفته والله الا هزيت لها اللحمه من الطنجره حتى غلات وطحنتها لها بالماكينه شوفوا كيفاش كتجي فرشه ها هي مطلوقه قالت لك بغاتها هي كتبغي فرشه كتحرك هي قالت في المقله في الدار انا ما عنديش مع هاد الفرشه ولكن ماشي مشكل الفنان اللي قالته مقبول صحتك ابتي الفنان صحتك ايوا صافي قهوه باكم العبدي راه ديما هي امبورتي خدامه شاده السخونيه وقبلوا علينا ايوا هنا باكم العبدي هانتوما كاوكاو كيولي شكل لوز ها هذا كاوكاو مفسخ هانتوما بعد ما كنغسلو مزيان وكنطلع فيه ديك الغاليه او نخوي عليه المطيب غير الغاليه شوفوا اللوز الكاوكاو كيفاش كتولي صافي وغادي نطحنو دابا ان شاء الله بالحادقه كنطحنوه بهاد الحادقه هنا ان شاء الله راه كلشي طاب الحيمه طابو عندي الظلام شويه ولكن اش بغيت ندير هانتوما الحيمات مجمرين مقادين هما هادوك طنجرة أخرى هنا دابا درنا السفة الماء باش غادي يغلى البرقوق ها هو هي فيه الزهر والزبدة والسنيدة والقرفة صافي هادشي اللي كاين وتابعونا إن شاء الله بالنسبة للسفة هانتوما ها هي يا 20 كيلو هي طيبة ايوا باكم العبدي هانت ما كاين عاد ظلام ها السيتيرنا ها غسيل الماعن على قولة الله أكبر الأذان ديال العشاء
بانيو الغسيل، بانيو التشلال، وقبلوا علينا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. وهانتم راه القمر ها هوايا. انا غنركب الضو هنا تطحن بهاد الحادقه، تطحن بها ثلاث سطور ديال رمضان. بارك بارك الفنان بارك. هانتوما بلاتي بنيتي بلاتي. هانت شوفوا كاوكاو كيولي ها بحالو بحال اللوزه. صافي كنكملوا عليه ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا. هاو هو هذا، غنبقاو غادي نحكوا غير بشويه بشويه حتى نكملوه. بالنسبه للحلوى ولا شي حاجه، هاد الماكينه راه عندها تعدد الاستعمالات، عندها جوج كلمات، واحد ديال الكفته وواحد ديال الربيع والبصله وكل شيء زين. هنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا عندنا 11 طبسيل ديال الرجاله وعاد العيالات. نعم اخويا الحمد لله وكل شيء كيسخن، كل شيء ناضي. البرقوق هاد اللحم السفه هانتوما كيف ما كتشاهدوا كنطلعوا فيها غير التسخينه ديالتها، ها هي كنطلعوا فيها التسخينه وكنقلبوها هنايا في الطنجره باش نربحوا الوقت. وتابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا حنا بدينا كنحطوا ونيسروا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، والله يجعل الصدقة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وتابعونا تنحطوا الطبق ديال السفة ان شاء الله. ومرحبا بكم والف مرحبا بقناة الطبخ مع عزيز عبدي. مرحبا هزو الدراري. هنا الشكل النهائي ديال الطبق ديال السفة ديالنا كيف ما كتشاهدوا. باكم العبدي ها انتوما. كاوكاو مفسخ اللي مقلي بالزيت بارد كيف ما كتشاهدوا، كيجي بحال اللوز، ماشي مذاق اللوز ولكن كيجي بحال الشكل ديال اللوز، لان كل حاجه كتبقى النكهه ديالتها عندها. ويستحسن كاوكاو يبقى بالنكهه ديالته بلا ما نديروا ليه ديك الاضافه ديال الروح ديال اللوز ولا القشور ديال اللوز. استطعتنا نخدموا بكاوكاو نخدموا بكاوكاو، استطعتنا نخدموا باللوز نخدموا باللوز، هادشي اللي كنعرف انايا. وقبلوا علينا ومرحبا بكم هاد الاطباق ديالنا ان شاء الله. وهنا كننتهي الفيديو ديالنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز عبدي.